استمر صالح سليم رئيساً للنادي الأهلي وتغلب على منافسيه في انتخابات دورات 1992 و1996 وعام 2000، واستمر في منصبه حتى 6 مايو عام 2002. والطريف أن صالح سليم لم يفكر يوماً في عمل أي نوع من الدعاية خلال كل المعارك الانتخابية التي خاضها. كنا مثلا بيجمعوا فلوس عشان نعمل ماتيريال دعائية، هو يقول لهم أنا مش عايز لي صور، أنا مش مقتنع، الأعضاء إذا ما كانتش تعرفني وأنا أعرفها ينتخبوني إزاي؟ ما كانش يحب الكلام ده. تمشي في النادي كل الناس عاملين دعايات إلا هو، مفيش أي دعاية للكابتن صالح غير إنه اتقال إن الكابتن صالح مترشح رئيس نادي. صالح سليم ما كانش بيعلق يافطة. يعني هو الناس عارفة إنه داخل الانتخابات لا يعمل اجتماع انتخابي ولا يعمل ولا علق يفط ولا يعمل كلام من ده وبتاع، وينجح. وكان في حد يسوح رئيس مجلس الإدارة صالح سليم، ما كانش بيحب الزفة واللمة، ما كانش بيميل لده قوي. يعني يقول لك انا جاي رئيس نادي وخلاص، الناس كانت بتقابله من على البوابه دي وتشيله مظاهرات وحاجات كده، ما كانش بيحب الحاجات دي خالص. لا توجد لوحه واحده عليها اسم صالح سليم. فقلت له يا كابتن صالح، يعني انا شايف انه مهم جدا ان احنا نعمل بس شويه لوحات عشان الناس تبقى عارفه. قال لي لو كانت الناس مش عارفة إنه صالح سليم نزل الانتخابات يبقى مشروع لازم صالح سليم ينزل. ما كانش بيعمل الدعاية، صالح سليم نجح. كان يتقال الكابتن صالح إيه البرنامج بتاعك؟ يوم يقول للأعضاء إيه البرنامج بتاعي، أنتوا اللي هتعملوه إزاي؟ أنتوا عايزين إيه؟ هو كابتن أنت هتغلي رسوم العدوية صحيحة؟ يقول له مش أنا، انتوا عايزين ايه؟ هو انتوا عايزين النادي يتطور؟ انتوا عاجبكم النادي ولا عايزينه يتطور؟ لا يا كابتن ده في حاجات كتير قوي. طيب هجيب فلوسه منين؟ ما عندوش فلوس غير شركات الاعضاء السنويه ورسوم الالتحاق. يعني كان وقت انتخابات وكان جه مدينه نصر وماشي، وفي بعض الاعضاء بيطالبوا انه يسمحوا بمرور العجل في النادي للعيال. طبعا اي وقت انتخابات على جميع المسؤوليات وجميع المستويات كله بيرحب بحاجات، قال لهم لا الكلام ده مش هيتم. فحد بيشكي من حاجه معينه قال لهم روحوا لمدير النادي، لا بيشتغل وبياخد مقابل، في مقابل يحل المشاكل بتاعتكم، لو ما حلش المشاكل بتاعتكم صعدوا الموضوع ليه. في احدى ندواته الانتخابيه في مدينه نصر وبيتكلم على القرن الجديد اللي هيبدا وميزانيه النادي اللي ازاي تبقى موجوده في طموحات القرن الجديد، قام عضو من الاعضاء قال له يا كابتن احنا بقالنا سنتين بتوعدونا بالممر بتاع العجل وما بتعملهوش. فالكابتن صالح قال له يا فندم انا بكلمك على القرن الجديد وطموحاتنا في القرن الجديد وانت بتكلمني على العجل. فالراجل شاب ومندفع قال له انا عضو ولازم تحترمني وانا ليا صوت. قال له انا بحترمك بس اوعى ارجوك تديني صوتك، اوعى تديني صوتك، انا هزعل لو تفكيرك ده انتخبني. طبعا القاعه كلها هتفت صالح صالح. رجع الراجل بعد الندوه راح للكابتن صالح قال له ما كانش قصدي، قال له لا لو ده تفكيرك في ان انا المفروض اكون خدام عندك وتعاملني باي طريقه انا مش هكون كده خالص، انا خدام في النادي الاهلي وبعمل كل حاجه لصالح النادي الاهلي واعضائه لازم يقدروا ده. أنا سألت الكابتن صالح مرة بعد ما نجح اللي ناوي تعمله، فقال لي أنا في ذهني السيستم يدور نفسه بنفسه بشكل آلي، يعني نعمل سيستم مش صالح جه عبيد جه زيد الأهلي دور والأهلي ماشي، لأن في سيستم أو في مكنة ماشية معروف كل واحد دوره إيه وكل واحد هيعمل إيه. كانت مواقف صالح سليم متسقة مع ما تعلمه داخل جدران النادي الأهلي، وكان شعار المبادئ قبل البطولة أمام عينيه في كل قراراته، الشعار الذي وضعه المؤسسون وصار عليه رموزه عبر تاريخه الطويل. في انتصارات الأهلي
فخر كبير، وفي كيفية علاجه لأزماته الفخر الأكبر.